بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات الفصل الخامس من قصة طموح جارية بعنوان خدعة ومكيدة. قطعة بتقول: فالتفت نجم الدين إلى شجرة الدر وسألها في دهشة عما ترى في هذا الموقف العجيب، وعن الأشباح التي برزت فجأة، وحكاية الفرنج المهاجمين، وأظهر شكه في أن يكون ذلك أمرا مدبرا لإبعاد الجنود عنه وإلحاق الأذى به. ألف: هات مفرد الأشباح ومضاد برزت وجمع شك. ب: ما الموقف العجيب الذي يقصده نجم الدين؟ جيم: أثبتت الأحداث صدق ما توقع نجم الدين، وضح ذلك. دال: بين مصير نجم الدين وشجرة الدر. تعالوا نشوف إجابتنا. ألف: مفرد الأشباح الشبح، ومضاد برزت اختفت واستترت، وجمع شك شكوك. طبعا الموقف العجيب اللي بيقصده نجم الدين هنا عندما أتى عماد الدين بن موسك برفقة سنقر الحلبي إلى نجم الدين وأخذ يبجلانه ويعظمانه، وعندما سألهما عن داوود أخبراه بأنه يقيم بالكرك بعد أن كره العادل وحاشيته وما حل بالبلاد من فساد، وهو يعتذر لنجم الدين على ما بدا منه ويرغب في فتح صفحة جديدة معه. سؤال جيم: أثبتت الأحداث صدق ما توقع نجم الدين، حيث اتضح أن عماد الدين بن موسى وسنقر الحلبي كانا يدبران مكيدة من تخطيط داوود للإيقاع بنجم الدين وشجرة الدر. سؤال دال: مصير نجم الدين وشجرة الدر. بعد خروج جنود نجم الدين لمطاردة الأشباح التي ظهرت فجأة، رأى نجم الدين أمامه الظهير وعماد الدين ومعهما بغلتان، وطلب الظهير من نجم الدين وشجرة الدر أن يركب البغلتين. وعندما سأله نجم الدين عن المكان الذي سيذهبون إليه، أخبره أنهم سيذهبون إلى قلعة الكرك لزيارة ابن عمه المريض. كده نكون انتهينا بفضل الله من حل التدريب. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.